بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. لمازال ما شاركش في قناتي، ما ينساش يضغط على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك. ما تنسوش تشغلوا جرس إشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول. يلا نبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. بون، في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نوريكم كيفاش نخيطوا سروال يكون بلاستيك، بناء على سروال من سروال اللي يكون عندي تاع كلاسيك، وكيفاه نفصلوا عليه في سروال بلاستيك، وبطريقه سهله وبسيطه في اقل من ساعه. ما شاهدوا معي الفيديو من الاول لاخر لكي تستفيدوا اكثر باذن الله. شوفوا هنايا عندي هذا القماش، بغيت نفصل سروال يكون بلاستيك على سروال هذا كلاسيك. راني يعني حطيته عليه، راهو هنا القماش تاعي مطوي على 4، لا ليزيغ ولا الفتحه تاع القماش خليتها منها، لانه هنا اصلا راح يجي من هذه الجهه محلول وحد شي خياطه. دونك واش راح ندير؟ راح نتبع باستعمال البيروكي من الاعلى، هنايا من الاعلى نطلع ديريكت. دونك نسمعكم باستعمال بيروكي، وهنا نستعمل بيستولي اللي هي طويله، وشنو هي راح نوسع هنا لتحت، والفوق نخلي هذاك كامل طويل خاطر عندي اللاستيك، يعني هذاك اللي تما راح يرجع، هو راح يرجع عندي اللاستيك. ونوريكم كيفاش نحفظوا الامام على الخلف. بون، شوفوا معي بهالطريقه، راني حاطه هنايا البيروكي، المسطره تاع البيروكي حطيتها وطلعتها ديريكت، نجبدها شويه خاطر يحيد طلع ديريكت هاد البلاصه هنايا، خاطر عندي اللاستيك على بها ما مش حنكملو تما. وهنايا البيستولي تاعي راح تدخل شويه هنايا، جيت الاوراق تاع تخرج، قلت لكم حنوسعو، يعني نخرج بهذا الاتساع، يعني راح نهبطها كيما هكا نهبطها هنا، واحد نخلي واحد 3 حتى 4 سنتيم تاع الكفه. هذا هو التفصيل تاعي، دوكا نفصلو نرسمو ونوري لكم كيفاش راح نحفظ الجهه تاع الامام على الجهه تاع الخلف ان شاء الله. بون، شوفوا الان بعد ما رسمت هاي الجهه الفوقانيه، هذه اللي هنايا، هذه الجهه الفوق، وهذه اللي من الجهه تاع التحت. دوكا راح نقصو ونوري لكم ان شاء الله كيفاش راح نحفظ الامام الفوق الامام على الخلف. بون، هنا كيما راكم تشوفوا راهم شغل زوج رجلين مطبقين على بعضهم، يعني واش راح ندير؟ راح نفتح بعد ما قصيت. بون، كي تجو قبل ما تقصوا عسوا روحكم بلي راه القماش راه هنا لداخل، ماهوش ناقص، يعني لازم يكونوا في زوج مسويين. شوفوا هنا من الداخل، شوفوا في زوج قد هنايا، ماهوش واحد تحت على الثاني. دوك نفتح، بسم الله نفتح كيما هكا، دوك نفتحها نسويها ونرجع ندير لكم كيفاش راح نقص الامام. بون، الان واش درت كي كنطبق، واش درت كرونتيت الوسط، شوفوا فوالا، انا كرونتيت الوسط تاع هذا اللي تحتو راه كرونتيت الوسط. دوك واش ندير هنايا؟ راح نهبط على الامام، نهبط 2 سنتيم، نحدد النقطه تاعي تاع 2 سنتيم، يعني من هنا لهنايا راح يكون الخلف، هذه لهنايا، ومن هنايا لهنايا راح يكون الامام، يعني هذه تاعت الامام راح نطلع في نهبط فيها كيما هكا. شوفوا شوفوا كيما هكا، كيما هكا نهبط 2 سنتيم، نحدد النقطة تاعي تاع 2 سنتيم، نحدد تما ونطلع حتى لهنايا باستعمال بيستولي، ماشي باستعمال المسطرة، لأنه بيستولي جاي داك الإنحناء تاع جهة مسوي. دوك دير نقطة تاع 2 سنتيم هنايا ونرسم حتى لهنا، ونقطع هاد القطعة ونوريكم إن شاء الله كيفاش نخيطوها. بون، الآن بعد ما نحينا تاع الأمام 2 سنتيم، واش راح ندير؟ راح نحكم بليزي بانكل من هنا لهنايا حتى الاوراق هذه، نخيطها هذه وزيد الجهه المقابله لها، يعني من هنا حتى لهنا، هما الاولين نخيطهم من هنا حتى لهنا، نحكمها بليزي بانكل وتما تاني نخيطهم ونفينيهم بالسرفيلاج. نعاود نوريكم كيفاش راح نقلبوا ونخيطوا الجوانب ان شاء الله. الان بعد ما خيطت هنايا، شوف انا خيطت درت السرفيلاج هنا وهنا تاني، راني خيطت درت السرفيلاج. دوك واش راح ندير؟ راح نقلبها هكا، يعني نحط هاد الخياطه على هاد الخياطه، نفتحها هكا باش يجي النص مع النص، نقلبها كيما هكا، نحط الخياطه مع الخياطه هكا. دوك نسويها، على انني نشد التليفون بيد وخر بيد صح. كي طبقت هكا واش راح ندير؟ راح نخيط دركا الجوانب اللي بقاو، يعني نبدا من هنا يا الخياطه تاعي من هنا ونمشي وندور هكا. دوك نسويها ونفهمكم عليها. بون، فوالا، بعد ما طبقتو وسويتو شوفوا كيفاه جا. هاي شوفوا الامام، شوفوا كيفاه محفوظ على الخلف، باينه ها، شفتوا كيفاه باينه، والخلف ما توشيتوش، يعني حكت عند النص وحبست هذا مكان. دوك الخياطه تاعي راح تكون من هنا وتمشي هنايا، ودوروا دوروا البيد بيش، تهزوا البيد بيش ودوروا القماش تاعكم وتمشوا حتى لهنايا.
كديتوا هاد المرحلة قيسوه عليكم، شوفوا الطول باش تشوفوا شحال راح تخلوا الكفة في الطول، وفي العرض في الفوق هذا اللي بقى هذاك الشويه واحد 4 سنتيم ولا رجعوها وخيطوها كامل، وخلو شغل تخيطوا دخلوا لداخل القماش ما تخلوش خارج. دوك نادي لكم ان شاء الله كفاه، نخلو غير فتحه صغيره باش ندخلوا فيها اللاستيك. دوك نخيط انا من هنا لهنا ونجربها، الا جاتني سوسو ندير لها السوفيلاج وندير الكفه تاع لتحت. على بالكم ندير السوفيلاج نعود نرجع وحده برك خاطر راح ندير السوفيلاج، ونوري لكم ان شاء الله كيفاش نفرو هنا الفوق مع لاستيك ان شاء الله. هنا باش نوريكم كيفاش نديروا الكفه هنايا، شوفوا الا كان عندكم سوفيلاج ولا زيكزاك راح نديروا به. خلوا الكفه كيما هكا وخلوا هنا واحد 3 سنتيم ولا حتى 5 سنتيم خلوها، وخيطوا ودوروا ورجعوا لهنايا باش هذه البلاصه تدخلوا منها لاستيك. الا ما كانتش عندكم السوفيلاج ما كانش عندكم زيكزاك ديروا جوج كفات، يعني ديروا الاولى هكا صغيره وعاودوا رجعوا الثانيه هكا، بحيث انه هاد الخياطه، شوفوا هاد الخياطه اللي هنا تجي فوق هادي باش تقعد لكم سوسو. احكموا بليزي بانغ خلو كيف كيف 3 ولا 5 سنتيم، ودخلوا لاستيك تاعكم باستعمال الوصمه. تقدروا تستعملوا تدخلوه باستعمال هاد المساك هادي، وكاين اللي يستعملوها بهذا ثاني يدخلوا بهذا، تقدروا تدخلوا بهذا تاع اللي يدخلوا به الشعر. دوك انا نكمل نخيط هنايا بعد ما كففت تاع التحت سيبون كففتها، ونوري لكم النتيجه بعد ما كيفاش ندخلوا لاستيك ونشوف النتيجه النهائيه. بيان سور كي تكملوا كل شيء لازم تحددوا، ما تخلوش الحاجه تاعكم هكا، هنا مازال ما حددتوش. دوك ندخل دوك نكمل هذه الكفه تاع لاستيك ونوريكم كيفاش ندخلوا لاستيك ان شاء الله. راني كملت الخياطه داير الصغير، وشوفوا الفتحه اللي خليتها من هنايا حتى لهنايا خليتها، وجبت هذا لاستيك. هذه النوعيه اللي رائعه رائعه جدا تاع لاستيك، يديرها في السراول في الجيب ثاني جهه. الا كان عده الوان واش ديروا نتوما باش تعرفوا القياس تاعكم اكزاكت. هذا لاستيك ديروه على الخصر تاعكم، دوروا على الخصر تاعكم وخلوه يكون مشدود شويه، يعني مش مضخوف مش مزيف في زوج. وهذاك القياس اللي ديروه خلو عليه 2 سنتيم تاع الخياطه ياك. ودوك نوري لكم ان شاء الله كيفاش نعاود ندخلو، دوك نقيس على الخصر تاعي ونوري لكم ان شاء الله كيفاش ندخلوها كيفاش نخرجوها ان شاء الله. بون شوفوا الان راح نركب ان شاء الله هذا اللاستيك هنا. شوفوا كاين واحد الاداه الثانيه تلصقوا ديروا بها لاستيك، الا كان عندكم لاستيك هذاك بهيك دخلوه. شوفوا دخلوا لاستيك منا هكا، دخلوا هكا وتعاودوا تجبدوه منا. هذه تدخلوا فيها السراول في الجيب تجيكم اسهل، وتدخل تمتم وتخرج لكم هايله الا كان عندكم لاستيك رقيق. بصح انا لاستيك تاع شي خشين دوك ماشي حيت خليه هنايا، دوك نسيه الا كان تخليه ندخلوا منه نخرجوا منه ونوري لكم. شوفوا كيفاه تدخلوا الا كان عندكم زعما مساك ولا، شوفوا تدخلوا من هنا هكا. سمحوا لي تكسر لي السيبور تاع التليفون، دوك مانيش نقدر نفيكسي السيبور نصور لكم. نسي ندخل هنا، شوفوا تدخلوا بهادي وتبداو تطبعوا بهذا الراس، تبداو تاع المسك تبداو تطبعوا دوروه كامل حتى يخرج لكم يعاود يخرج منا. دوك انا ندخل وسمو لاستيك تاعي ونوري لكم ان شاء الله كيفاش نعاود نخرج الراس هذا اللي هنا ومع التحتاني، نخيطهم من قبل مع بعض نخيطهم ونعاود نسكر هذا المكان المفتوح هنا وتكون النتيجه تاعي النهائيه باذن الله. الان شوفوا بعد ما خرجت اللاستيك من هذه الفتحه لهنايا، راني خرجته حكمته مع الراس تاعي اللي كان بطاخوه، حكمته بليزي بانكل. دوك نخيط واحد المرتين ولا ثلاثه، نخيطهم فيكسين بلون ويكون مغاير ما يكونش بنفس اللون، باش حتى الا كان عاود خف لا نقدر نعاود نطبق الخياطه زعما من بعد كي قدام كاع. دوك نخيط هذه هنايا نفيكسيها ونعاود نسكر الفتحه لهنايا ونحددو ويكون السروال تاعي واجد ان شاء الله. الان هذا هو السروال تاعي بعد ما كملته وبعد ما حددته، كما كنت تشوفوا خرج متحوف ما شاء الله وكاع. هذا هو، نتمنى انه يكون نال اعجابكم، نتمنى انكم استفدتوا. تقدروا ديروا سروال ساهل ماهل مام با ساعه صدقوني تقدروا ديروا سروال كيما هذا. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا له بيك لايك، ما تنساوش تشاركوه مع اصدقائكم واحبائكم في شبكات التواصل الاجتماعي لتعمل الفائده. لاي استفسار اقتراح اكتبوا لي في خانه التعليقات، مرحبا بجميع التعليقات تاعكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء، تشاو تشاو.